السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم هاد الخريجه ديالنا. هذه السوق وهذه هي الطريق. شوفوا هذه اشجار ديال الارقان، هادو الحراره معتدله، معني ما كاينش الصاد بزاف، شويه كاينه بريده خافك. انتوما معنا وحنا في الطريق. انتوما البنات، هذا هو ارقان. انا غادي نوريكم هذا اللي كيكون باقي في الشجره، باقي خضر كيف كتشوفوا، كيكون هكا سبحان الله العظيم، تيكون بحال تمر ابلوح باقي خضر. ملي تيطيب وريت كنجبد لكم واحد الوحيده، كيولي بحال هكا. ملي كيولي بحال هكا كيولي تساقط من على الشجره في الارض، وكيجمعوه الناس، كيديو كيعاود يديروه في الشمس حتى كيشمع، يشبع الشمس مزيان، وتيبدا هما تيهرسوه بالحجره، كيفرتو على هذا الشكل. هذا ملي كيشبع الشمس، ها انتما كيف كتشوفوا، غير كضربيه بالحجره كيتفرتت، تتحيد ليه هذه القشره الكحله هذه، تيولي على هذا الشكل. هذا هو هذا الارقان سبحان الله. من بعد تيديو العيالات تيهرسوه، ملي تيهرسوه كيجبدوا منه اللوزه ديالو، واللوزه ديالو تيشدوها تيحمروها في الفراح، وعلى العافيه مهيله حتى كتحمر، عاد باش كيطحنوها. ملي كيطحنوها كتخرج بحال املو، يعني بحال شديتي اللوز وطحنتيه مزيان وزدتي ليه زيت ارقان، بحال هكا كتولي صافي. وتيبداو يخلطوها وكيضيفوا ليها الماء دافي، كيف كنديروا استخراج اللوز في البيت. راه عندي هذاك استخراج اللوز في المنزل، بحال هذيك الطريقه، تديري ليها هذاك ارقان اللي تطحنيه، تبداي تضيفي ليه الماء دافي، وانتي تخدمي بيديك، كتخدمي حتى كيبدا يبان لك الزيت تيخرج، صافي تتحبسي الماء. هو البنات راه فيه الخدمه بزاف، ولكن صحي وزوين، ولا قليل دابا حيت كيف كتعرفوا ولاو كيستعملوه بزاف في التجميل وفي الاكل وفي بزاف الحوايج. هذا هو اللي بغيت نشارك معكم. دابا انا ملي تستحضرت الشجره ديال الارقان تذكرتو وبان ليا، قلت نوريه لكم. ها هو سبحان الله العظيم، هذا باقي ما طاب، تيكون في الشجره هكا ملي تيطيب على هذا الشكل، كيتساقط، كاين اللي كيتساقط بوحدو، كاين اللي كضربيه بالعصا تيطيح، وتتجمعيه كتعاود تديه للدار وديريه فشي بلاصه فيها الشمس باش يزيد يشبع الشمس مزيان، وتيجي ساهل في التهرس ديالو، ماشي في تهرس اللوزه، وانما غير باش حيدي ليه هاد القشره اللي تتولي هكا، باش كيولي بحال هكا. غنكمل لكم واحد المعلومه البنات، ملي تيولي ارقان بحال هكا كارم، كيديروه الناس في الخناشير، كتحتفظي بيه في الدار سنين وسنين، ما كيوقع له حتى شي حاجه، غير ما يوصلوش الماء، وتتهضي ليه البال يكون الفار في الدار ولا شي حاجه هو اللي تيخسرو، وانما الا كان في بلاصه زعما مزيانه ما فيهاش الماء ولا، تتبقى عندك خمس سنين ست سنين، قد ما خليتيه كيبقى مزيان. في الطريق ديالنا البنات السوق كيف قلت لكم، كاينه معايا بنتي وكاينه معايا اختي. بنت لي هاد الشجره هادي ديال اش البنات الا عرفتوها، هادي شجره ديال النبك كيف كتشوفوا. هاد العام حنا صادفنا معاه باقي ما طابش. قربي وري ليهم، شتي الحبه ديالو كي دايره سبحان الله. سيري مازال سيري، هبطي شويه هلا، باقي ما طيباش. وهذوك الاوراق ديالو ديال النبك هما اللي تنقول لهم اوراق السدر، هذا هو ورق السدر، تيطحن وتيدار الشعر رائع زوين. عندك راه فيه الشوك، وهاد الاوراق هادو غندي منهم واحد شويه. اجي صوري لهم هاد الاوراق، شوف تبارك الله الورقه كداشنا هي. هذا هو السدر،
هادو اوراق السدر ها هما. سبحان الله العظيم. ولكن الشوك زعما كاينه دوك اللي تيبيعوه مساكن الله يحسن العوان. ها ما تحيدي هاد الاوراق حتى كضربك الشوكه. ها نتوما ها هو في يديا باش نقرب لكم. ها هو هذا هو النبك ولكن راه باقي خضر. ما عرفتش علاش هاد الوقت تلقاو سبحان الله العظيم غير تيطيح في الارض. حنا غاديين خارجين وحنا تلقطو كناكلو في الطريق. هاد العام ها نتوما كيف كتشوفوا مازال سبحان الله. بالنسبه للهنديه البنات راه ما بقاش هنديه كيف كتعرفوا ملي تصابت بداك المرض راه حيدوها كاع حيدوها يعني حيدها المخزن حيت ما بقاتش صالحه ولا فيها المرض. هادي كاينه غير في الطريق كاع اللي عنده شي هنديه حيدوها ليهم ما بقاش صالحه. وهادي كاينه في الطريق كيف كتشوفوا الهندي ما كاينش. هادي الشجره ديالو مسكين تصاب بهذاك المرض. اول هجي اجي هنايا صور هاد البلاصه. الحقيقه والله الا توحشنا الهنديه. كنا في هذا الوقت هذا من العام اللي تيكون موجود كنكونوا تبارك الله شبعنا على الهنديه. واش نقول لكم الهندي وما ادراك ما الهندي. هذا اللي تيكون هنا في هذه المناطق الجنوبيه تاكلي غير وحده ولا جوج ما شاء الله حلوين وفيهم الكفايه. ايوا هذا هو البنات. احنا غاديين وفيما سميتو بانت ليا شي معلومه ولا شي حاجه غادي نشاركها معكم. مابقاوش فيه كاع الناس. سبحان الله كاينين الناس. هذا كبير هو منه الناس. الناس هذاك المعدات كيجيبو اللي بغات تسقي كتجيب القنبة ديالها والسطل تيديرو في التالة هذي. هو معري يعني كيسقيو منه غير مثلا صابون ولا الا بغيو يشربوا البهيم ديالهم. يعني هذا ماشي الشرب ما فيه الماء ولكن قليل. انتوما وري ليهم التيران. هذا التيران باقي ما كاملش صوب. البلايصه البنات فيها الظليله حيت فيها الشجر. شوفوا واحد المنظر ما شاء الله سبحان الله العظيم. واحد البريده زوينه. هانتوما غنوريكم البنات هاد التصاور. هادو كاين هنا واحد الفنان في الحقيقه انا ما عرفش الاسم ديالو. هو ما شاء الله عليه هو كاع لي زوق هاد الأسوار كلها. غادي نوريكم مازال تشوفو شوفو التصاور ما شاء الله عليه. قالت لي بنتي يمكن سعيد شي حاجة سعيد فرحان هكاك. المهم أنا كنحييه من هنا تبارك الله عليه. شوف ما شاء الله كنتمنى ليه التوفيق إن شاء الله. أجي طلعي هنا هاد السيدة لي كطل في الشجر تقولي أنها حقيقية سبحان الله. شوفو هاد السيد تا هو تقريبا كاع الأسوار ديال هنايا ديال هاد المنطقة ديال إتباع راه هما داير فيهم لواحات فنية زوينة بزاف. إيوا هانتوما معانا نشاركوكم
كل بلاصه في هذه البلاصه هذه، كل بلاصه في هذه المنطقه هذه. شوفوا هذه اللوحه هذه تبارك الله الصلاه عليه. شوفوا عجبتني انا هذه اللوحه هذه. عجبتك؟ شوفوا شوفوا شدي داك هذيك الصومعه سبحان الله راهيه والجبل موراها. انتما كنصور لكم كل لحظه بحال انتما معايا كاينين معايا في نفس المكان. شوفي ضربي على هذا الحيط حتى هويا، يعني هاد التصاور هادو عطاو واحد المنظر زوين، زادوا على الاشجار وعلى هاد الطبيعه وزياده على نقاء الجو حتى هو، يعني لوحات فنيه زوينه بزاف. حنا دابا قربنا للسوق، كيف كتشوفوا السوق راه هو قدامنا. حنا جينا على رجلينا باش نصوروا لكم كل شيء. هذه مدرسة، في السبيطار حتى هو. هذا هو الوادي البنات اللي قلت لكم دايز من تحت القنطرة، ها هو الجهة الأخرى. هنا ملي تتكون الشتا وكيعمر البراج بزاف كينقصو منه وكيدوز من هنا. وقدامنا السوق ها هو قربنا ليه، غادي نحبس البنات التصوير هنا. المهم إلا لقيت شي لقطة هكا كيف نخطفها هكا راه غادي نوريها لكم. وهذا مكان البنات، كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم وسمحوا لي إلا طولت عليكم.